طيب المطلوب ذكرنا انه تكتبي برنامج لادخال نص من المستخدم وطباعة تكرار الكلمات، فبالتالي هنا بدي اعمل انبوت من المستخدم، تمام، وبدي اقطع الانبوت هذا من خلال دالة السبلت. هنا بطبع لي الكلمات وهنا بعمل count، بلف عليهم بهذا الشكل وبحكي انه count of the word باستخدام دالة الجيت، اذا كانت القيمة موجودة برجع لي اياها وبجمع عليها واحد، مش موجودة برجع زيرو وبضيف عليها واحد بيكون الناتج واحد، فبالتالي بضيفها لقاموس الكلمات وبطبع لي التكرار تبعها. يعني هنا لو جربنا، طبعا انا في عندي هنا، في عندك هنا مثال في السلايدز، ايش بيحكي هذا المثال؟ انه the clown ran after the car and the car ran into the tent. المهرج بيجري ورا السيارة والسيارة دخلت داخل الخيمة والخيمة سقطت على المهرج والسيارة، فبالتالي في عندي تكرار لكلمات المهرج والسيارة والخيمة. في عندي كلمات تانية احنا بنستخدمها بشكل متكرر، حنشوف ايش هي. فهاخد هذا النص، ايش هي؟ ايش هي هذه الكلمة؟ والاند، تمام؟ فبالتالي ذا تقريبا هي أكثر تكرار، تمام؟ المهرج انذكر مرتين، كلمة ران مرتين، كار ثلاثة، أند كذلك هي متكررة ثلاثة، تمام؟ والباقي والتنت مرتين بهذا الشكل. تمام؟ نعم.